الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ثم قال عفى الله عنه: وتضم أنواع لجنس واحد كالتمر والأعناب ذي الألوان. يعني أن الجنس إذا كان يدخل تحته أنواع كثيرة فتضم أنواع الجنس الواحد إلى بعض في باب الزكاة. مثاله: العنب أنواع، منه الأحمر ومنه الأخضر ومنه الأسود. فإذا كان في مزرعتك هذه الأنواع فلا تفرد الأسود بزكاة خاصة ولا الأحمر بزكاة خاصة ولا غيره بزكاة خاصة، وإنما تزكي الجميع زكاة مال واحد، لأن المعتبر الجنس لا النوع، لأن المعتبر في الخارج من الأرض إنما هو جنس الخارج لا نوعه. ومثال آخر: التمر، فإن التمر أنواع، فإذا كانت مزرعتك مشتملة على تمر السكري مثلا أو الصقعي أو منبوت السيف فلا تفرد لكل نوع من أنواع الجنس زكاة خاصة، وإنما تفرد لكل جنس زكاة خاصة. ها؟ يعني تجمعها فتزكيها زكاة مال واحد. طيب، وهل تضم الأجناس؟ الجواب: لا، لا تضم الأجناس، وإنما الذي يضم هو الأنواع. قال: وتضم أنواع لجنس واحد كالتمر والأعناب ذي الألوان. وقد عرف العلماء الجنس بأنه اسم يدخل تحته أنواع، وعرفوا النوع بأنه اسم يدخل تحته أفراد كالسيارة. هذا اسم جنس ولا إيش؟ اسم جنس. ثم أقول لك: الصالون مثلا أو الجمس أو الكابرس، هذا نوع. ثم أقول: هذا الصالون فرد، الإنسان جنس يدخل تحته نوعان ذكر وأنثى. طيب، زيد فرد، هند فرد، ذكر نوع، إنسان جنس. فإذن الجنس اسم يدخل تحته أنواع، والنوع اسم يدخل تحته أفراد. فإذا قلت سأهديك تمرا هذا جنس، وإذا قلت سأهديك برنيا هذا نوع، وإذا قلت سأهديك هذه الثمرة هذا فرد. فالمعتبر في الزكاة أن تضم أنواع الجنس حتى وإن اختلفت أقيامها. فإن قلت: إذا كانت الأنواع مختلفة تحت جنس واحد فهل يجب في الزكاة التي أخرجها أن آخذ من كل نوع منها وأخلطها، فآخذ من الأجود شيئا ومن الأوسط شيئا ومن الأردى شيئا؟ نقول: لا يجب عليك ذلك، وإنما تخرج من أوسط المال. فإذا كان التمر عندك في مزرعتك مقسما إلى ثلاثة أقسام: قسم المزرعة الشمالي لأفخم أنواع التمر، وأوسطها إلى في أوسطها، وقسمها الشمالي مثلا أو الجنوبي إلى أردأ الأنواع، فإن الواجب عليك أن تخرج من أوسط مالك. هذا هو الواجب. لكن إن طابت نفسك أن تخرج الزكاة كله من الأطيب فلك ذلك. فإذا عندنا في هذه الأنواع الثلاثة فضل وعدل ومحرم، فضل وعدل وحرام. من يفصل؟ أما الفضل فهو أن تخرج من أجاود مالك وأبشر بالخير. طيب، وأما العدل فأن تخرج من الأوسط. طيب، وأما الظلم فأن تخرج من الردي أو الخبيث الذي سماه القرآن.